تعالوا أقول لكم أخبار الرياضة العالمية قبل ما استقبل ضيفي الكريم. قرعة دوري أبطال أوروبا أكيد حضراتكم تابعتوها، فيها مجموعات صعبة جدا، مجموعة برشلونة مثلا مجموعة سادسة بتضم برشلونة ودورتموند وإنتر ميلان وبراج، مجموعة صعبة قوي. المجموعة الأولى باريس سان جيرمان ريال مدريد، يعني فرقتين كبار قوي، بروج وجالتا سراي، مجموعة برضو مميزة قوي، بايرن ميونخ توتنهام أولمبياكوس والنجم الأحمر بايرن ميونخ وتوتنهام، يعني في أسماء كده، مانشستر سيتي وشختار، مجموعات أصعبها أعتقد مجموعة برشلونة. مجموعة تامنة كمان تشيلسي وأياكس وفالنسيا والليل، ممكن فرق قدامكم المجموعات، ممكن في فرق تعمل طفرة، ممكن فرق احنا لسه ما شفناهاش السنة دي. انتوا عارفين الكرة في أوروبا بتطور تطور مذهل، والفرق ملهاش مقاييس دلوقتي. في العموم ان شاء الله بطولة نستمتع بيها زي ما بنستمتع بيها على طول، ان شاء الله يبقى عندنا كمان كده بطولاتنا نستمتع بيها. فان دايك خد احسن لاعب في اوروبا، فان دايك اكيد عارفينه قدام حضراتكم، مدافع ليفربول، حاجه ستايل عالمي في كل مميزات المدافع. بيكنباور بصراحه لو تفتكروا بيكنباور كان بيلعب ازاي، ده حاجه كده زيه كده، مع ان فان دايك كمان اقوى كمان جسمانيا ما شاء الله، حاجه كده ترقصه في الحلم. بس فان دايك بيتفوق على ميسي ورولاندو ويتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. طيب معايا الأستاذ محمود باهي الصحفي بالشروق. أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن حميد حسن وكل مشاهدي قناة الأهلي. كل سنة وأنت طيب وبخير. وحضرتك طيب وبخير دايماً. شفت القرعة إزاي وشايف أصعب مجموعة إيه؟ واحدين الاخوه طبعا فيها مواجهات متكرره وكانت صعبه جدا السنه اللي فاتت، وشهدت مواجهات قويه زي مثلا ليفربول ونابولي، مواجهه قويه جدا وكانت مواجهه خاصه في مشوار ليفربول، وكلنا طبعا فاكرين هدف محمد صلاح في مرمى نابولي. في برضه مواجهه مكرره بين فريق سان جيرمان وريال مدريد، ودي تعتبر مواجهه قويه جدا، الفريق بيسعى لاسترداد بيتو اوروبيا مع زين زيدان، وفريق سان جيرمان اللي هو عنده مشاكل كثيره جدا بخصوص مستقبل نيمار واصابات نجومه زي امبابي وكافاني، فدي اعتقد ان هي من اقوى المواجهات ومن اقوى المجموعات، بخلاف طبعا ان في مواجهه بين يوفنتوس واتلتيكو مدريد، وكلنا فاكرين الريمونتادا اللي عملها يوفنتوس بثلاثيه رونالدو في دور ال 16 السنه اللي فاتت، وكانت مباراه شهيره جدا، فدي كلها مواجهات يعني بنعتبرها مواجهات ثاريه او مواجهات بيتقال عليها رد اعتبار في كرة القدم. ايه رأيك في المجموعة السادسة لو قدامك المجموعات؟ مجموعة صعبة. مقارنة برضه بالسنة اللي فاتت كان برشلونة معاه توتنهام وكان معاه بي جي اندروزن وكان معاه انتر ميلان، انتر ميلان برضه وقع معاه في المجموعة السنة دي ومعاه بروسيا دورتموند بيقدم مستوى المنافسة فيها محصولة في بايرن ميونخ وتوتنهام اللي هو وسيط العام الماضي. تمام. قول لي كنت متوقع ليفربول في نهائي دوري الأبطال السنة اللي فاتت؟ ليفربول من الانديه طبعا قويه جدا، ليفربول ليه تاريخ في دوري الابطال كبير، كان السنه اللي فاتت كان عنده تحدي كبير شويه اللي هو منافسه على الدوري الانجليزي واستعاده لقب الدوري الانجليزي، لفتره من فترات شعار ان ليفربول مركز اكثر في مشوار بطوله الدوري والمنافسه القويه مع مانشستر سيتي، حصل تقلبات للفريق برضه، كانت مجموعه صعبه، كان فيها فريق سان جيرمان، كان فيها نابولي، خسر بره ارضه المواجهات القويه كلها، خسر من نابولي، خسر من باريس سان جيرمان، تعادل بصعوبه كبيره، او خسر كمان من نادي ستار الصربي، فكان مشواره، خسر من برشلونه 3-0، كان مشواره في دوري الابطال كان مهزوز شويه مقارنه بالموسم اللي قبليه. بالظبط. يعني احنا شفنا الموسم اللي قبله لما وصل ولعب ريال مدريد كان تجاوز باختبارات صعبه جدا مع روما وقدم عروض افضل واقوى، كان يبدو اقوى، لكن السنه اللي فاتت اللي لعب دور الحسم شويه ماتش برشلونه طبعا كان مفاجاه للجميع ان هو ليفربول يرد ب 4-6 فانتوم، كانت مفاجاه كبيره خاصه كمان ان محمد صلاح ما كانش في مباراه العوده، ان هو برده يعتبر قوه هجوميه لا يتهم بها مع ليفربول. بالظبط. كان برده فوز ليفربول السنه اللي فاتت بدوري الابطال مش هنقول مفاجاه على قد ما هي كان حسابات خدمت ليفربول ويورجن كلوب. تمام. وتقطير من منافسي ليفربول برده في ليفربول يعني في الجانب الاخر خاصه من برشلونه وارنستو فالفيردي اللي هو كان ضيع فرصه ذهبيه زي ما بنقول ان هو تقدم في مباراه الذهاب 3-0
كان هيكون هو يخسر 4-0 في مباراه العوده، فده طبعا كان سيناريو ولا في الاحلام. بالظبط. وخدمه اكتر ان كان في المنافس بتاعه في نهائي دوري الابطال اللي هو توتنهام مقارنه بريال مدريد بنهائي 2012، لا الفوارق كبيره جدا. اكيد الفوارق كبيره جدا بين توتنهام وبين ليفربول، خاصة كمان توتنهام الحظ، مش هنقول الحظ خدمه، سيناريوهات كتيرة خدمته، طبعا من دور المجموعات بهدية من انتر ميلان، تجاوز اياكس امستردام بأعجوبة وبسيناريو خيالي، تعدى من مانشستر سيتي بهدف الغام بارت بالثقة الأخيرة. فأعتقد إن كان ليفربول فرصه كانت السنة اللي فاتت في دوري الأبطال كان مشواره يعد أصعب، مع ذلك حقق اللقب في النهاية، خدمته ظروف، خدمته سيناريوهات عديدة، أعتقد كان في المعالي اللي قبله كان يستحق اللقب أكتر. تمام، بترشح مين دوري الابطال السنه دي؟ وللاسف يا كابتن عبد الحميد يعني الموسم الحالي بادئ باصابات كتير، يعني هنشوف كل الانديه الكبيره في اوروبا نجومها مصابه، سواء في ريال مدريد بنشوف اصابه ايدن هازارد اللي كتير بيعلق عليه امال كبيره، وفي باريس سان جيرمان شفنا كافاني ومبابي اصابات مشكله كبيره عن نيمار، برشلونه شفنا ميسي اصابه ولويس سواريز اصابه، وكتير لغطوا الاصابات دي ان الانديه بدات تركز اكثر على تحقيق مكاسب ماديه من الجولات بتاعتها في الصين وفي اسيا وفي تايلاند وانديونيسيا، فاعتقد ان الكافه لسه الامور مش هتتصلح الا مثلا مع شهر نوفمبر او بنهايه دور المجموعات او بدخول الدوريات بشكل قوي، مثلا نقول نسيب في كل دوري 10 جولات عشان نشوف ملامح الفرق هتتشكل ازاي. طب لو في الطبيعي، لو في الطبيعي يا استاذ محمود، لو في الطبيعي من غير اصابات لما يتعافى من الاصابه او نجح ان ريال مدريد يضم بول بوجبا زي ما تقارير كتير بتقول، فالصوره حتى الان تبدو غامضه يعني مش واضحه، في بعض الفرق او بعض الانديه اللي بدات موسمها بشكل كويس زي انتر ميلان، لكن برضه ضعف المنافس ميتشي برضه مش ده المقياس اللي هنقيس عليه ان انتر ميلان هيكون بنفس القوه ضد برشلونه او بروسيا دورتموند، بايرن ميونخ برضه لسه في مرحله اعاده بناء مع كوفاتش وتشكيك كتير في قدراته، وصفقه جديده زي كوتينيو ورحيل نجوم كبار كانوا بيصنعوا فارق معاه زي ريبيري وروبن، رغم ان هم برضه كان من عناصر الخبره والعناصر اللي هي الكبيره في السن، فاعتقد ان لسه ليا يا كابتن غامضه، ولو ان يعني لو ان يعني لو قياسا بالمستويات اللي بتقدم في اوروبا او مثلا المستويات اللي فاتت هيبقى مانشستر سيتي فريق قوي، اتلتيكو مدريد فريق قوي، برشلونه فريق قوي، ليفربول برضه من الانديه المرشحه، وهنشوف بس ريال مدريد مشروع جديد مع ميدان هل هينجح ام هيبقى في بعض التخبط. تمام، اخر حاجه هسالها لك، نيمار خلاص هيروح برشلونه ولا لسه في كلام؟ لا يا كابتن، هو يعني صفقه نيمار برشلونه يعني صفقه مش مجرد صفقه رياضيه بس، نيمار ده بيمثل صوره تسويقيه ودعائيه كبيره جدا لنادي باريس سان جيرمان وملاك نادي باريس سان جيرمان بالتحديد، ولازم نقصد المعنى الحرفي للكلمه، ملاك باريس سان جيرمان نيمار بالنسبه لهم هو راس المشروع بتاعهم، قيمته التسويقيه عاليه جدا، شفنا في الفتره اللي فاتت نيمار حافظ معاهم نسخين في الدوري الاعداديه المباراه ان هو يشارك في تقديم الجيل الجديد، كلام رايح كلام جاي، نيمار بكره في ماتش باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الجوله الرابعه مش هيشارك فيه بره القايمه، المدرب توماس توخيل نفسه واضح انه مستحضر الكلمه الاولى في تحديد مصير نيمار، لان سابق ملف كله في ايد اداره النادي، النهارده ناصر الخليفي رئيس النادي بعد الجرعه اكيد رفض يتكلم على الموضوع، فاعتقد المؤشرات كلها بتقول رايح جاي، حتى الملف اللي هو الصفقه التبادليه فريق سان جيرمان كان عايز كوتينيو راح بايرن ميونخ، عثمان ديمبلي رافض يروح فريق سان جيرمان، فاعتقد انا توقعي الشخصي ان الصفقه مش هتتم. مش هتتم. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود باهي الصحفي بشروق، شكرا جزيلا، يعني ما شاء الله لامن بكل الاخبار العالميه، شكرا جزيلا الاستاذ محمود باهي. اقول لكم بسرعه الاخبار عشان نستقبل ضيفنا الكريم، قلت لكم خلاص ان فان دايك بيتفوق على ميسي ورونالدو وبيتوج بجائزه افضل لاعب في اوروبا كاول مدافع يحصد هذه الجائزه من 7 سنين، اعتقد هذه الجائزه يعني قالوها ان هي تبقى افضل مدافع في اوروبا، اعتقد ان هي من 7 سنين تمام اول مدافع يحصد هذه الجائزه، كريستيانو خدها 3 مرات وميسي مرتين، ريبيري خدها مره، مودريتش خدها مره، واندرياس انيستا نجم برشلونه خدها مره، يعني دي ال7 بطولات. فان دايك كمان بيحسم جائزه المدافع على حساب دي ليخت، احسن مدافع خد كل الالقاب بصراحه فان دايك ويستحقها، ميسي بيحصد جائزه افضل مهاجم، افضل حاجه في الكون ميسي بصراحه، ودي يونج بيحصد جائزه افضل لاعب وسط، وإلسون بياخد احسن حارس مرمى، إلسون حارس مرمى ليفربول.
دي كانت كل أخبارنا. بعد الفاصل هيكون معايا النجم الكبير كابتن فوزي سكوتي نجم الأهلي السابق. استنوني.